متابعي قناة إسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طريقة بسيطة إن أنا أغير تيل الفرامل بدون ما أحتاج إن أنا لعدد كتير ولا شنطة عدة، مجرد بس إن أنا أحتاج مفك عادة وما بين سبوز ولقمة 10 بيد سيستيم أو مفتاح 10 اللي هو المشرشر. بكل بساطة هنغير مع بعض تيل الفرامل للديسك بريك بتاعنا زي ما هنشوف مع بعض النهاردة. نتابع مع بعض الفيديو. Disc brakes, Bendix, solve a little dilemma here. Everyone keeps telling us that we need to go to Kenworth and we need to pay them like, what, $1,500 for a brake job? Because you need all these special tools and all that crap. But we طبعا هو يعني ايه بيقول لك ان هو ناس كتير بتقول ان هو محتاج عده كتير وسبيشال تولز عشان يتعامل مع الديسك بريك. جايب لك بقى هو 3 حاجات بس اللي هيستخدمهم: مفك عاده، انسبوز، لقمة 10 بيد سيستيم، او ممكن يحل محلها اللي هو المفتاح اللي هو المشرشر اللي هو ال10 مقاس 10. اول حاجه بشيل الترابه اللي هي الكاوتش دي، تمام، بهوي على الرجلاش اللي هو بتاعي، تمام، عشان طبعا اقدر اسحب التيل. في طبعا بيكون هنا في تيلة كده صغيرة بشيلها بالمفك العادة. أول حاجة موضوع بسيط خالص، بعد ما شلت التيلة بيكون في وردة صغيرة كده بشيلها برضو، والمسمار ده أو البن ده بشيله عن طريق المفك بالمفك العادة من فوق، والبلتة دي طبعا بتبقى جاية جديدة مع الطقم الجديد. بشيل الصاجة، طبعا الطقم التيل بتاعي خلاص منتهي. طبعا التيل بتاعي بخلي الجانب اللي هو شكل التيل الرمادي ده جوه ناحية الديسك، والاسود ناحية الكاليبر من بره او ناحية الجهاز من بره. طبعا احتاج اهوي شوية على الرجلاش بتاعي بحيث ان انا يبقى مفيش مسافة طبعا ادخل اللقمة بتاعة التيل. برجع البستون ده لورا او البستون بتاعي لورا عشان ايه اقدر احط لقمة التيل التانية. وبرضه أراعي إن إحنا زي ما قلنا بخلي الجزء اللون الأسود ده ناحية البستم والجزء الرمادي ناحية الطنبورة بتاعتنا أو الديسك بريك. وبرجع تاني أركب الصاجة بتاعتي وأركب بقى البنة، الكف الأول ده، الكف ده أو البلتة دي، وبركب المسمار وأضغط عليها جامد عشان أقدر أعمل لوك، وبركب برضو الصامولة الصغيرة دي، سوري، الوردة الصغيرة والبنة. طبعا هو الراجل هنا هيقلع الجلافز بتاعته او الجوانت عشان يقدر يمسك الوردة يقدر يتحكم فيها، وبيركب بعدين اللي هو التيلة. وطبعا طبعا هي بترجلش لوحدها مش محتاج ان انا ارجع رجلاش تاني. وفي طبعا بركب واحدة جديدة مكان اللي هي الصامولة دي او البنز ده، بركب واحدة جديدة جاي مع الطقم، ومع برضو بركب ايه الترابة التانية الجديدة. وبكده يكون غيرنا تيل الفرامل بطريقة سهلة وبسيطة، والموضوع تقريبا مخدش 3 دقايق في التغيير، يعني الموضوع بسيط جدا. وزي ما شفتوا العدد مش محتاج عدد خاصة ولا حاجة، الموضوع بسيط. وطبعا حبينا ننوع من الفيديوهات، الجانب العملي برضو مهم جدا، حبينا نشارك شوية فيديوهات عملية مع الجانب النظري اللي هو التأسيس العلمي للشغل بتاع الصيانة في الشاحنات والمعدات. وانتظرونا فيديوهات قادمة إن شاء الله، متنساش طبعا تدوس سبسكرايب وتفعل الجرس وتدوس لايك وشير في كل مكان، والسلام عليكم.